الداخلية دكتور أحمد زكي بدر. سيادة الوزير أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ وائل. أهلا بيك سيادة الوزير. يعني في النصف الأول من جولة الإعادة، يعني هل في بعض المؤشرات الإيجابية ولا يعني لازلنا مبكرا قبل الحكم على نسب التصويت؟ يعني لا، هو المؤشرات الرقمية طبعا لسه ما فيش، يعني هو ما نقدرش نقولها دلوقتي، احنا لسه في ربع الفترة الانتخابية عن نص اليوم الأول، لكن المؤشرات الإيجابية الأخرى الحمد لله أن الانتخابات بدأت من الصباح في موعدها، عدد قليل جدا جدا من اللجان تأخر عن موعده، وتأخر وصول السادة القضاة إلى اللجان، لكن الحمد لله كل اللجان شغالة، مفيش أي مشاكل، مفيش أي معوقات للعملية الانتخابية، مفيش مخالفات تذكر، والعملية تسير الحمد لله يعني بسلاسة ويسر، مفيش مشاكل لحد دلوقتي الحمد لله. الأعداد بقى أعداد يعني ما هي يعني الأعداد المعتادة، يعني مفيش إحصائيات صحيح، لكن مفيش يعني تغيير لا كثافات عالية ولا يعني أقل بشكل ملحوظ عن المرة اللي فاتت. يعني طيب سيادة الوزير، بالنسبة للمحليات والمحافظين، لأنه الناس وهي تتحدث عن كيف يمكن أن نتخلص من الإحباط عند البعض، فبيقولوا لابد أن يبدأ التغيير من هنا. أزمة محافظ الإسكندرية، يعني صحيح استمعنا إلى أنه كيف انتهت، لكن من خلال بعض التفاصيل، يعني هل اكتشفنا فجأة أن محافظة الإسكندرية ليست مستعدة للتعامل مع أزمات من هذا النوع، خاصة أن في جزء منها كمان يتعلق بالمحليات؟ يعني تفضل. لا، احنا ما اكتشفناش فجأة ولا حاجة. هو في طبعا احنا عارفين انه في يعني بعض المشروعات متعثرة، مشروعات محطات تجميع مياه ومحطة تجميع مياه ومحطة رفع او محطة مجاري، دول بقى لهم فترة الحقيقة يعني متعثرين، زي مشروعات كثيرة كده في السنوات اللي فاتت دي كانت بتقابلها عقبات، لكن كان في احنا يعني في من يوم 3 اكتوبر اللي فات وزارة التنمية المحلية بعتنا لجميع المحافظات بالاستعدادات وبالاجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة السيول والامطار. في يوم 15 بعتنا في مراسلات من وزارة الدفاع وأمانة وزارة الأمن العام لوزارة الدفاع برضه الاستعدادات وترتيب غرف العمليات وعمل لازم، بعتنا برضه المحافظات من يوم 3 زي ما قلت لحضرتك، ويوم 15 ويوم 21 إلى آخر مراسلة يوم 23 بالمطالبة بتجهيز يعني توزيع المعدات في الأماكن اللي يمكن أن يحدث فيها مشاكل أو تجمعات مياه، ويعني كل المفروض ان احنا عملنا كل اللازم. يعني بعض في بقى يعني الحقيقه في اسكندريه لم يتم عمل ما كان يجب عمله، يعني بصوره على الاقل بصوره مناسبه في بعض المخرجات المياه او اللي بيسموها الشنايش دي، اللي هي تجميع المياه في الشوارع مسدوده، العربيات يعني كانت المفروض ان كان عند اماكن تجمع المياه زي الانفاق والحتت اللي هي فعلا حصل فيها التجمع الكبير دي، كان المفروض انه توزيع عربيات نزح المياه والمضخات والحاجات دي تكون موجوده عند اماكن التوزع دي عشان ما نسيبش المياه بكميات كبيره يصعب او تاخد وقت كبير على ما تتشال، لكن هذا برضو الحقيقه ما يمنعش ان احنا نقول ان كمية المياه اللي نزلت على الاسكندرية في هذا اليوم اللي هو مساء السبت، مساء السبت وصباح الحد، كانت كمية كبيرة جدا، اكبر من الكمية في وقت قليل جدا، اكبر من ساعة محطة تصريف المجاري بكثير، واكبر من اللي بينزل او اللي بتعمله في اليوم كله، فده برضو ساعد على انه او عظم يعني حجم المشكلة.
لما طبعا يعني اتصرفنا كلنا من الصبح يعني، وزعنا بعتنا عربيات من القوات المسلحه ومن المحافظات المجاوره، اخذين في الاعتبار برضو ان المحافظات المجاوره القريبه من الاسكندريه زي البحيره زي كفر الشيخ زي بعض المحافظات برضو كان عندها يعني امطار غزيره، فما تقدرش تستغنى عن امكانياتها من المضخات والعربيات. فجبنا من الغربيه، جبنا من الجيزه، جبنا من المجتمعات العمرانيه، من القاهره، كل الامكانيات دي راحت. وبعدين انتقل الى الاسكندريه السيد رئيس الوزراء وبعض الساده الوزراء للمعاينه بقى على الطبيعه. لفينا في شوارع الكورنيش كله والشوارع الجانبيه لحد بعد ابو قير بشويه يعني كده، شفنا في اماكن تجمع المياه الاماكن المشاكل يعني زي النفق اللي في شارع ال 45 اللي هو الشارع اللي في الميامي اللي عمودي على طيب الله. هو سياده الوزير في سؤال يعني، يعني الى متى؟ انا شايف هنا كل جهه تحمل جهه المسؤوليه، يعني ما بدا يتسرب الان انه المحافظ يقول اصله الصرف الصحي وده تبع وزاره الاسكان، اصله كذا ده تبع كذا، يعني هنا بضيع المواطن في النهايه وبتوهه وبوزع هذه الكارثه وهذه الفضيحه على قبائل مختلفه يعني. وبالتالي هنا هل المحافظ هو المسؤول ولا هنظل امام توزيع الاتهامات، كل حد يتنصل من المسؤولية ويقول مش أنا؟ لا احنا لا، ما حدش بيتنصل من المسؤولية. احنا كلنا يعني كل واحد حددنا بالضبط يعني كل واحد، احنا قلنا ان في بعض المشروعات متعثرة، قلنا انه ان شركة الصرف الصحي بالاسكندرية فيها قصور طبعا، فيها يعني عدم إلمام بحجم العمل وبطريقة العمل، لذلك تم تغيير رئيس الشركة مباشرة. هي طبعا بتتبع الإسكان وزارة الإسكان كشركة، لكنها بتعمل في الأسكندرية وتتبع إداريا. لا يعني هنا المحافظ مسؤول ولا في جزء ولا وزير الإسكان؟ ما هو يعني الرئيس السيسي قال تعبيرا المحافظ هو رئيس جمهورية محافظته، لكن أيوة أنا بقول لحضرتك الشركات المياه والصرف الصحي في المحافظات تتبع المحافظات اداريا، يعني هو المحافظ هو اللي يستطيع ان هو المسؤول عنها اداريا. فنيا بتتبع وزاره الاسكان. المحافظ كل الحاجات اللي عنده لها علاقه بالوزارات وبالحكومه المركزيه، ولكنه هو له صلاحيات ويستطيع انه في اي مشكله او اي قصور انه يتصل بالوزاره اذا كانت محتاجه تدخل الوزير او كانت في سلطه الوزير، واحنا كلنا على اتصال مباشر، ما فيش اي حاجه تمنع. لكن هو محافظ الاسكندريه الحقيقه شاف انه هو مسؤول مسؤوليه سياسيه عن هذا، حتى وان كان يعني ما عندوش تقصير فني هو شخصيا، لكن شاف انه مسؤول مسؤوليه سياسيه، ولذلك استقال من منصبه وقبلت الاستقاله فورا، لانه برضو هناك مسؤوليه سياسيه ولابد ان يكون يعني المتسبب زي ما حصل في شركه الصرف الصحي او يعني المسؤول مسؤوليه مباشره والمسؤول مسؤوليه سياسيه، لابد ان يتحمل كل واحد مسؤوليته. طب ما انا عندي هنا وزير الاسكان، انا طبعا يعني لا ادق اسفينا يعني، بس في جزء من المسؤوليه عند وزير الاسكان. لا ما هو وزير الاسكان الراجل عمل اللي عليه، ما عندوش. ما وزير الاسكان مش هينزل في الشركه ويتابع 27 شركه يقول له وزعت العربيات فين ووزعت البطاقات فين. هي دي مسؤوليه المتابعه العمل، متابعه العمل اليومي في المحافظه هي مسؤوليه المحافظ او المحافظه. متابعه المشروعات المركزيه لانشاء المشروعات الكبرى او المشروعات محطات الصرف او ده بتبقى تبع الوزاره. فالحقيقه السيد وزير الاسكان ادى يعني اللي عليه، و يعني في السيد رئيس الوزراء برضه اتخذ اجراءات من شانها تسريع العمل في المحطات دي، بحيث انها هتبقى ان شاء الله يعني واحده منهم هتخلص في خلال شهر والثانيه يمكن في شهرين باذن الله، بحيث انه لا
لكن هو الحقيقه لو حضرتك كنت موجود واحنا بنلف وبنشوف وفي الاجتماع اللي كان برئاسه السيد رئيس الوزراء وتشوف الشركه كان ادائها ازاي وكانت معلوماتها ازاي وعدم المامها بالعمل وهل المحطه دي لو كانت موجوده كان هتنفع ولا لا احنا ما قلتش كده لا ما انا كده يعني الحقيقه هذا يعني كان دليلا واضحا على انه في قصور في اداره الشركه ولذلك كانت القرار السيد رئيس الوزراء على طول انه نقل رئيس الشركه. طيب سيد الوزير بدأ البعض يتحدث عن ان جزء كبير من الازمه العمارات الشاهقة المخالفة وهنا جزء كبير من المسؤولية يقع هنا عند حضرتك، كيف ستتعاملون مع عمارات مخالفة بهذا الشكل؟ الحقيقة طبعا المخالفات دي مخالفات ضارة جدا، في تدخل مباشر على طول في الحاجات اللي فيها يعني التي يمكن إزالتها بتبدلها، في بعض الأماكن يعني مسكونة وفيها ناس وبقالها سنوات طويلة، قد يكون من الصعب إن الناس اللي قاعدين فيها وكده وتشيلها، فبنوقع الغرامات والعقوبات على ده، وفي نفس الوقت بنحاول إن احنا ندعم الشبكات وندعم المرافق علشان ما تحملش على المنطقة ويكون لها أضرار على المنطقة. لكن انا بقى بقول لحضرتك هنا في حاجتين اتنين، يعني المواطنين اللي بيشتكوا وبيقولوا المرافق وبيقولوا الحاجات دي ارجو ان هم يعني يعرفوا ان في يوم من الايام لا قدر الله نتيجه هذه المخالفات هيحصل مشكله هتقع عليه هو. الحاجه الثانيه بعض المواطنين اللي بيقفوا او يعترضوا على تنفيذ احكام او على تنفيذ ازاله او حاجه، لازم يعرف ان هذا الخطر او هذه المخالفات في يوم من الايام هتعود، ان لم تعود على جاره او حد اخر هتعود عليه هو، لانها خطر ولانها بتؤثر على المرافق وبطريقه او اخرى هتضر. فهناك عمليات ازاله، ويمكن في الفتره اللي فاتت دي حضرتك شفت عمليات ازاله على طول، يعني الحاجات التي يمكن يعني هنا قبضة الدولة، يعني حضرتك بتقول فيما هو قادم، يعني القديم صحيح يحتاج الى توازن لانه كمان هيتعلق بانه في ناس قاعدة بقالها سنوات يعني، لكن فيما هو قادم لكن برضو الحاجات القديمة اذا كان فيها مخالفات هذا لا يعفي من العقوبة، عقوبة المخالفة اذا كان في عقوبة للمخالفة اذا كانت غرامة او اذا كانت ايا كانت القانون بيقول فيها ايه، ما فيش تواني عن تنفيذ العقوبة. لكن الحاجات الحديثة والجديدة والحاجات كلها اللي بتخالف دلوقتي دي كلها يتم إزالتها فورا يعني، وجاري يمكن في الفترة اللي فاتت دي حاجات كتير قوي أزيلت فعلا. طيب عندي سؤال أخير بس، والدكتور أحمد دراج معانا عنده سؤال لحضرتك بس، استقالة محافظة الإسكندرية دفعت البعض للتأكيد على أنه ليس محافظة الإسكندرية فقط، ولكن التغيير يجب أن يشمل أكثر من محافظة، وأن في حركة محافظين قريبة جدا، هل ده صحيح؟ السيد رئيس الوزراء سئل اليوم السؤال ده في مؤتمر صحفي وهو بيتابع الانتخابات وقال أنه وارد. انه وارد. ايوه. طيب مفيش معلومات تحت كلمه وارد دي تقولها لنا يا سياده الوزير؟ يعني لا ما هو وارد يعني ان شاء الله. يعني هل رئيس الجمهوريه في اللقاء كان موضوع الاسكندريه ايضا موضوعا طاغيا على الحوار؟ طبعا رئيس الجمهوريه كان الهدف الاساسي الازمات ومواجهه الازمات والاستعداد للازمات ومحاوله منع الازمات قبل وقوعها. يعني كان تركيز رئيس الجمهوريه ازاي نمنع الكارثه قبل ما تحصل. طبعا ان احنا ما يحصلش حاجه ونبتدي بقى يعني نجري ونلحق المشكله او نقلل او نزيل الاثار، يعني من الاول ازاي نزيله. عشان كده فعلا في بعض القرارات او الدراسات السريعة اللي بتتعمل بحيث المشاكل انه مشروعات الصرف الصحي والمشروعات العاجلة اللي لها يعني احتياج سريع وتحل ازمات وتمنع ازمات، يعني ان شاء
الله الفترة القريبة القادمة هيكون لها مكان بإذن الله. إن شاء الله. دكتور أحمد دراج معايا عضو القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير عنده سؤال لحضرتك. اتفضل دكتور. مساء الخير. مساء الخير على الوزير. هو حضرتك أهلا وسهلا دلوقتي بالنسبة لموضوع الإسكندرية هو موضوع المحليات بشكل عام في على في عموم الجمهورية ومشكلة الصرف الصحي، ودي المشكلة اللي بيعاني منها الشعب المصري. وانا بقول لحضرتك على سبيل المثال في محافظة زي محافظة الغربية في مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بمياه الصرف ومياه الأمطار وعلاقتها بالمجاري والشركة المنفذة اللي متباطئة في التنفيذ والكلام ده. معالي وزير الإسكان عارف هذا الكلام سواء بالنسبة للغربية أو غيرها من المحافظات، ودي طبعا مشكلة هتوجع سعادتك في المحليات. النقطة اللي أنا لفتت انتباهي في كلام سعادتك إنك بتقول إنه الأمطار كانت أكتر من المتوقع بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، وده سبب من أسباب هذه الكارثة التي حدثت في الإسكندرية. العالم كله معالي الوزير ما بيعملش خططه على إنه النهاردة أنا عندي استيعاب للأمطار بنسبة مثلا بنسبة كذا، لا ده هو بيطور نفسه تلقائيا، بمعنى ان الإسكندرية دي يعني تعتبر العاصمة الثانية لمصر. ازاي احنا كحكومات متتالية، انا ما بقولقيش على هذه الحكومة وحدها ولكن الحكومات المتعاقبة مفروض ان هي تبقى عندها حسن توقع للمستقبل. الناس بتبني المستقبل لـ30 و40 و50 و100 سنة جاية فيما يتعلق بهذه المشاكل، وإلا كل فترة هنجد مشكلة من هذه المشاكل تقع على رأسنا وبعدين نبكي عليها. وللأسف الشديد ما احناش عايزين نحط العبء على شخص بعينه، لكن لابد من مساءلة الجميع، لأن المسألة هنا متعلقة بالتخطيط كمان. أنا لازم أخطط للمستقبل، لازم أعمل حسابي أنه لما الأمطار تزيد في هذه المنطقة عن حد معين يبقى عندنا قدرة على استيعاب هذه الأمطار وتصرفها، فما بالنا أن احنا مش قادرين نعمل ده بالنسبة للصرف الصحي. فأرجو أنه هذا الكلام يؤخذ بعين الاعتبار. أنا في انا هرد على حضرتك يا دكتور احمد، حضرتك راجل متعلم ومثقف، هرد على حضرتك ردين اثنين. اول رد، هناك طبعا يعني كوارث بيئيه بتحصل في كل مكان، ويمكن حضرتك راجعت في خلال او شفت في خلال يومين اللي فاتوا امريكا وهيوستن وكميه الميه اللي في امريكا وشكلها ايه بتحصل خارج التوقعات وخارج الحدود القصوى اللي بيتم التخطيط عليها. دي نمره واحد. نمره اثنين، فعلا احنا في كانت محطات المحطتين الاثنين اللي قلت لحضرتك عليهم دلوقتي دول اللي هم كانوا في اسكندريه كانوا معمولين على اساس ان هم ياخدوا الحاجات المستقبليه والزيادات والامطار وكميات صرف المياه والمجاري اللي تنزل، لكن للاسف نتيجه لبعض المعوقات وللاسف برضو انه بعضها يعني بيبقى من بعض المواطنين يعني اللي بيعطلوا عملية إنجاز المشروعات توقفت وبيبقى فيها تعدي وفيها منع تنبيه مواسير وحاجات كتيرة زي كده تسببت في إنه المشروع ده كان المفروض يخلص من زمان ويكون يستوعب هذه الكميات ويستوعب الحاجات المستقبلية، للأسف إنها طبعا توقف. الحاجة الثانية برضو اللي تؤكد بذلك إن حضرتك إحنا لسه دلوقتي حالنا جايين مع السيد رئيس الوزراء من 6 أكتوبر، كنا حضرتك عارف ان في مشكله ميه في اكتوبر في محطه 6 اكتوبر اللي هتحل الجيزه من المياه الجيزه في 400,000 متر مكعب ميه، دي بدات التجريب العمل التجريبي بتاعها النهارده، وان شاء الله في خلال 25 يوم تكون في موجوده في بتشتغل. وهذه المحطه 400 معمول أربع يعني ده ربع المحطة أو ربع الكمية اللي إن شاء الله ورا بعضها تباعا هتبقى أربع أضعاف، ومعمول حسابها والطرمبات ركبت والمواسير اتعملت وكل حاجة. فهناك فعلا تخطيط مستقبلي، هناك فعلا يعني توسعات، هناك استعداد إن شاء الله للمستقبل، لكن هذا لا يمنع من إن الطبيعة محدش بيقدر عليها وإنه أحيانا بتيجي حاجات سواء في مصر او بره مصر بتكون خارج العمل العادي او التوقع المستقبلي. المهم بقى انه كيف نتصرف، كيف نقلل الخسائر،
وكيف نحاسب أي واحد بقصد. هو حضرتك كده جبت أهم نقطة، المحاسبة هي أهم نقطة. إذا حاسبنا المخطئ تأكد إن كلام حضرتك ده كله خلال وقت قصير هنقدر فعلا نتغلب على كثير من المشاكل اللي بتواجهنا، لأنه هؤلاء المهملين اللي بيأدوا عملهم بدون إخلاص لهذا البلد، أنا في اعتقادي إن دول فعلا إذا لقوا محاسبة كل واحد فيهم هيحط عينه جوه راسه. طبعا طبعا المحاسبة هتقلل ضرر كبير جدا من الأخطاء ومن الأخطار ومن المشاكل. لكن بالنسبة لموضوع الاسكندرية ده، يعني حطينا يعني عملنا اسقاط كده على الموضوع ده، احنا كان في مشكله حصلت فعلا، وكان امامنا لازم في الدرجه الاولى والاولويه الاولى ان احنا نحل هذه المشكله، وفي نفس الوقت ان احنا بقى نحاسب ونشوف مين الغلطان ونعمل له ايه. لذلك لما رحنا وانتقلنا وكانوا بعض الاستاذه يعني الاعلاميين بيسالوا طب انتوا مش عارف عملتوا ايه، طب المحافظ ايه، طب الناس المسؤولين رؤساء الاحياء الكلام ده، ايوه ده لازم المحاسبه ولازم التحاسب لازم مع من يخطئ، لكن كانت الأولوية الأولى إن إحنا نحل المشكلة. صحيح. وإن إحنا نضيع آثار هذه المشكلة، وإن إحنا نشوف إذا كان فيه يعني ناس تضررت أو أماكن تضررت، إن إحنا نعالج هذا الضرر الأول سريعا يعني. طيب سيد الوزير، في تعليق أخير بمناسبة ده بس، يعني الناس تنتظر منك ثورة محليات، يعني مش عملية إصلاح فقط، لا يبدو إن الوضع يحتاج إلى ثورة، لأنه الناس الآن بتردد المشكلة كمان مش في المحافظ، المحافظ يتحول إلى حلقة ضعيفة أمام فساد المحليات، كيف يمكن أن نتخلص من هذا الفساد المتغلغل اللي بيحكم المحافظة؟ شوف حضرتك، في حاجات يعني سريعة جدا بتحصل في بعض الناس، أماكنهم اللي عليهم مخالفات وعليهم حاجات للأسف إن بعضهم ما زال موجود في أماكنه، دول سيتم فورا التخلص منهم من اماكنهم، وفحص جميع العاملين. طبعا بنبدا بالقيادات العليا وننزل لتحت كده، جميع هذه القيادات سيتم فحصها ويتم تقييمها، والخير قادر على العمل لابد ان يخرج من الصف ويجي حد بقى قادر على انه يبتكر وعلى انه يعمل وعلى انه يبذل مجهود كبير. المكان العمل في المحليات والعمل العام ده عمل يعني خدمي بتخدم فيه يعني اهلك، اللي هو اللي بيعود في الاخر برضه عليك بصفتك واحد منهم. فاللي قادر يشتغل اهلا وسهلا، اللي مش قادر يتنحى، اللي يشتغل ويقصر لابد ان يحاسب بمنتهى الشده والحد. كلنا ثقة إن شاء الله في أنه حضرتك ستقود ثورة على فساد المحليات. وزير التنمية المحلية دكتور أحمد زكي بدر، بتوجه لحضرتك بالشكر، ألف شكر.